بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام مع حلقة جديدة من حلقات برنامج خطوة. لا شك أن كل يوم مؤكد عبر هذه القناة وأيضا عبر برنامجنا خطوة هو أهمية التغيير، ودائما التغيير يكون بالإرادة، أن أنت تكون مقتنع أن أنت تبي تغير من نفسك. أحيانا يكون التغيير بالفكر، أحيانا يكون التغيير من مكان إلى مكان، أحيانا يكون التغيير من وظيفة إلى وظيفة. دائما حطها ببالك بأن الألف ميل يبدأ بخطوة، يعني أهم يعني مشوار أو أهم يعني هدف في حياتك، لو مهما كان بعيد الخطوة الأولى هي اللي تحقق لك كل هذه النجاحات. كل يوم قاعد ناخذ لنا بعض القضايا المهمة وبعض الظواهر الموجودة في مجتمعنا، هدفنا الرسائل الإيجابية. اليوم موضوع حلقتنا شو راح نتكلم فيه؟ عن قضية أسرية مهمة راح نناقشها بطريقة ذكية، وأيضا راح نعطي بعض الملاحظات والإرشادات اللي ننمي من قدراتنا ونغير من إلى. اليوم راح نكون إن شاء الله عنوان حلقتنا تكلم فيه عن سلوك الوالدين، والمقصود فيها سلوك الوالدين أحيانا في بعض الوالدين يكون نقاشهم أو حتى مثلا حواراتهم أمام الأبناء بطريقة سلبية. هذا اليوم ظاهرتنا راح نتكلم فيها مع موجهة في وزارة التربية أستاذة هيفاء الأنصاري. حياك الله معبد العزيز. الله يحييك يا هلا معبد العزيز. لا شك بأن قضيتنا اليوم هي تعتبر قضية أسرية ومهمة، وتعتبر أيضا ظاهرة من ظواهر الاجتماعية اللي احنا نشوفها. لا شك بأن السلوك الوالدين أمام الأبناء له دور كبير في معرفة الأبناء لشخصيات والدينهم. فبداية أم عبد العزيز، ما المقصود بسلوك الوالدين؟ سلوك الوالدين هو كيف يرى الأبناء والدينهم. ممتاز. أو طريقة تصرف الوالدين أمام الأبناء، سواء كان في النقاشات العادية أو في المواقف أو في الحياة اليومية. خلي ببالك أن الإبن يلاحظ ويسجل ويحفظ كل ما يدور أمامه، فأي حوار، أي نقاش، أي مناقشة تتم أمام الأطفال، هذه الأطفال يعني راح يخزنونها بذاكرتهم، ما راح ينسونها وراح يتأثرون فيها. صح. وبالتالي راح تأثر على طريقة تعاملهم وشخصيتهم واعتقاداتهم. ممتاز. فإذا كان الأم والأب منتبهين حق هذا الجانب ومركزين ان يعني يحرصون ان ابنائهم يتربون بطريقه صحيحه، راح يراقبون تصرفاتهم، طريقه تعاملهم. لكن اذا تشوف في بعض الاهالي غافلين عن هذا الجانب، وانا اشوف ان في عندهم لا مبالاه تجاه هذه الامور. يعني انا وجهه نظري هذه بان الابناء الان مو مثل ابناء اول. الابناء الان اذكياء زياده عن اللزوم صراحه، فنين اكثر من اهلهم. يعني انا استغرب من حوار لما يصير ما بين زوج وزوج زوجة أمام أبنائهم. يعني الوالدين احرصوا بأن شنو نوع الحوار أنتم قاعد تناقشوا فيه. إذا كان الحوارات العادية وغيرها هذه أوكي ما حد يختلف عليه، لكن لما يصير الموضوع شخصي أو خاص في مشكلة معينة، فأنت لا تعتقد أن أبنائك هني مستانسين، ترى في أمور راح تصير وهم راح يكتسبون يعني بعض الكلمات أو بعض السلوكيات اللي يشوفونها بعيون الأم أو بعيون الأب. دكتور سالم، يتهاوشون قدام عيالهم، ماكو أي مراعاة حق مشاعر هذا الطفل، ما في مبالاة. يعني ساعات تشوف حتى يغلط على زوجته أو تغلط عليه أو ولا كأنه قدامهم هذا إنسان. عبد العزيز شوفي، أنا في أمر أيضا مهم. إحنا دام تكلمنا عن سلوك الوالدين، أحيانا يمكن يصير نقاش ما بين اثنين مع بعض، فمجرد ما الأب أو الأم، إحنا ما راح نخصص نقول الأب ليش والأم ليش، لا إحنا نتكلم عن الوالدين بشكل عام. فمجرد ما ينتهي هذا الحوار واحد يعطي ظهر الثاني، نشوف إشارات غير لائقة من أحد من الطرفين. فالابن هنا يلاحظ أن أمه أو أبوه قاعد يسوي إشارات لأمه، مثل يعني أنت شنو، أو يعني الإشارات هذه اللي خاطئة. هني أيضا لها دور كبير في هذا الأمر، أن انتبه أن أي كلمة أنت تقولها أو أي إشارة أنت يعني تسويها، فالابن قاعد يشوفك أنت إيش قاعد تسوي. في أهالي فتنون. زين أم عبد العزيز، نبي نتكلم أيضا أهمية السلوك أمام الوالدين. إحنا تكلمنا عن هذه الظاهرة السلبية، الآن نبي نتكلم عن أهمية هذه الظاهرة على الأبناء. شنو راح ينعكس هذا على الأبناء؟ قبل هذا الأم أو الأب الأذكياء، الوالدين الأذكياء يعرفون متى يتناقشون بهذه المواضيع، يعرفون شلون يجنبون عيالهم ويحمونهم من هذه الظاهرة السلبية. فإذا كان في نقاش تلاقي الأم أو الأب يروحون بالغرفة يسكرون على روحهم الباب. نعم. بعيد عن عيالهم ويقصرون صوتهم، يتفاهمون ويحلون الموضوع. لكن إذا طلع الموضوع عن السيطرة،
راح يأثر سلبي على العيال، والله يتعقدون صح. حرام يعني. زين عبد العزيز، مرت عليك بعض القصص بالمدرسة مثلا ان الأطفال شلون يتعاملون، او ان لما معلمة ترفع صوتها، او يعني يصير مثل قضايا في قصص معينة؟ انا مرت علي وايد، انا الحين 25 سنة بهالمجال، فشفت اشكال والوان من المشاكل كلها بسبة عدم توفر الوعي لدى الأهل. صحيح. وأيضا في بعض المعلمين تشوف ما عندهم القدرة على السيطرة على ضبط الفصل. ضبط الفصل أي. تشوف في أطفال مثلا انطوائي، في أطفال يحوشهم مثلا صمت اختياري ما يبي يتكلم، تشوفه ما عنده أصدقاء بروحه بالساحة بالفرصة يمشي، ما يرافق أحد، في يبكون ما يبي يقعدون بالصف، سبحان الله، يقعدون بالأخصائية. فإحنا هنا نستدعي الأم والأب والأخصائي النفسي يمسك الموضوع، نعرف أي خلاص في مشكلة، يا المنفصلين الأهل يا دائما يتهاوشون قدام هالياهل المسكين، ما يحسون ولا يعتبرون يعني أي اعتبار حق هذا الطفل. ترى الطفل مخلوق حساس جدا جدا جدا، وبهالعمر تتكون شخصيته. صح. فلازم الام والابو يحرصون على ان شخصيه عيالهم تتكون صح من البدايه. أم عبد العزيز، ترى حتى موضوع الامر مهم، ان الام لما ترفع صوتها على الخدامه بعد قدام الابناء، هم هذا لها دور. أيوة. يعني اذا يعني صار البيت كله صراخ، اليهال اللي ما ادري شخصيتهم تصير. شفت انا يعني حالات. زين، لو نبي نطور مثل هذا الأمر على سبيل المثال، التطوير مقصود فيه بأن الآن شفت اللي أنا خطأ صار ما بين الوالدين، ويمكن يتابعونا الحين إن شاء الله، شنو أوجه لهم رسالة؟ لا تصارخون قدام عيالكم لأي سبب من الأسباب. لو شنو فيك يا أم يا أب، لو شنو تنعزة وروحوا بروحكم بعيد، لا يسمعون عيالكم ولا شيء. خلوا الحياة مع العيال وردية ومريحة، وخي يعيشون بسلام لين يكبرون وتصير شخصيتهم قوية ويقدرون يواجهون المجتمع. بالنسبة يعني حق المعلمة أيضا لازم تكون لها طريقتها في التعامل بالفصل، ما تصارخ. إحنا الحين ما في ترى معلمين يصارخون، لأن يعني هذه أيام قبل اللي إحنا كنا صغار، اللي كان التعليم شوية يستخدمون فيه أسلوب القوة. الحين لا، المعلم محاسب، المعلم مثل ما ذكرت بالحلقات اللي قبل عليه رقابة من الإدارة المدرسية، من التوجيه، على طول في زيارات حق الفصول، ففي سيستم معين ماشين عليه المدرسين ما يقدرون يتجاوزونه. والله مع بديل، شوفي هذه القوانين أعتقد إنه يبيلها مراجعة لعدة أسباب. ما تلحق يعني جيلنا ما تلحق. إحنا مع عبد العزيز يعني الحمد لله، أنا قلت انطقيت بأيام المدرسة من معلمين، بس بالنهاية الحمد لله قبل كله حصل. يعني أنا أذكر الله يرحمه أبوي، والله يعني يمكن هي حتى بعد مغولة مشهورة، إن قبل آبائنا كانوا يأخذون العيال، ومن ضمنهم أنا، يعني يدخل أبوي على المدرس يقول له أخذه لحم ورد لي عظم، يعني عطى الصلاحيات الكاملة للمعلم إنه يشل اللي يخطأ أنت سوى. أقول لك شغلة، أمي معلمة رياضيات مرحلة ابتدائية، أنا كنت طالبة عند الوالدة، أمي أبلتي درستني، إذا ما حلت الواجب أو نسيت شغلة اطقني بالمسطرة، توقفني حالي حال البنات، وأرجع البيت واشتكي عند الوالد ويقول لي زين تسوي فيك. أي شوفي زين، هل التعليم هذا أثر فيك؟ بالعكس ما أثر. ليش بوقتنا الحالي أصبحنا يعني للأسف في أمراض كثيرة انتشرت مثل التوحد وغيره، يعني ليش اختلف هذا الأمر؟ بصباح في عقاب يأثر، في عقاب ما يأثر. لا إحنا شو نقول، إحنا مو مقصود يعني طق، يعني روحت مثلا تطق في أماكن خطأ، لا إحنا لا إحنا إحنا نقول ذكاء. إحنا نقول ذكاء وين الأماكن اللي أنت تحس فيها الولد ما يتأثر، وفوق هذا أنت ما تأذيه، عاد أنت بالنهاية تفترق القوة، زاد يعني الألم يختلف هني. شوف مبدأ العقاب بالضرب سواء كان حتى لو بسيط، هذا إنسان ممنوع. إحنا وصلنا الآن الختام، في قصة معينة مثلا لاحظتي بأن سلوك مثلا الأبناء أفضل من سلوك الوالدين؟ وايد، مثل ما في عقوق للأبناء ترى في عقوق للآباء. صحيح. صار لي موقف في أحد الدورات، أم وبنتها مسجلين، البنت محجبة ويعني دشت علينا صلاة المغرب، راحت صلت يا حلوها تهبل، لكن الأم غير محجبة،
تقعد مع البنية تقول أستاذة صدقين تعبت عيست، وأقول لها يما تحجبي أحلى، يعني أحلى عليك الحجاب، أنت وصلتي عمر الحجاب الله. حلو، مو راضية الأم تتحجب والبنت محجبة. فشوف سبحان الله النغيب هذا دائما نقول. بس أنا شو نقول دائما، مثل هذه السلوكيات تعطينا درس مهم، وهو أن خبرتك بالحياة دائما تتكون مو بس منك أنت شخصيا، ترى أحيانا حتى أبنائك يكونون يمكن يفوقونك بالذكاء، هذا مو غلط ولا عيب. لكن احنا شو نقول دائما، مثل السلوك الفردي او السلوك الاجتماعي او حتى سلوك الوالدين امام الابناء، خلوكم حريصين واذكياء في عمليه التعامل او رفع صوت او غيرها من الامور اللي انت تنقص من شخصيتك امام ابنائك. لا شك مشاهدينا الكرام قضايانا كثيره، وان شاء الله انتظرونا في حلقه جديده. مع السلامه.